Wat zijn je laatste woorden voor het gevecht, Ismail Azar? Knallen, oes. Oes. مرحبا بكم متابعي قناة المغاربة ملوك الحلبة. في هذا المقطع سوف نشاهد أسد من الأسود المغاربة، ويتعلق الأمر بالمقاتل المغربي إسماعيل الأزعر، والذي فاز على خصمه الهولندي ريمون بونشي بقرار إزماء الحكام، وذلك ضمن بطولة الكيك بوكسين التي أقيمت بهولندا. وقبل مشاهدة هذا النزال، فلا تنسى مشاهدينا الكرام الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، وشكرا على المشاهدة. Let's go!
Oh!
Ik heb hier een ding. En ik heb hier een ding. Beloofd is er. En ik heb hier een ding.